اكيد كان في تنافس من بعض الفرق، انتوا شايفين كان ايه اكتر الفرق اللي كانت ممكن تكون موجوده في التنافس معاكم رغم الارقام الحلوه قوي اللي انتوا عاملينها؟ يعني مين الفرق اللي انتوا يعني ساره؟ الزمالك طبعا هو منافسنا، وعلى طول الماتش بتاع الزمالك يعني لازم، وحتى كمان في طاري ليه وضع خاص طبعا كل الالعاب خاصه يعني صحيح. لانهم كمان عندهم محترفتين بيلعبوا معاهم، واحنا كان قبل التوقف كان معانا محترفه، بعد التوقف ما كانتش معانا. بس كانت من انهي بلد؟ كانت افريقيه؟ برازيل. لا برازيل. اوكرانيه، من اوكرانيا برازيليه رجعت يعني فتره قبلها، اللي هي كانت السيزون اللي قبلها فعلا كانت باولا موهر. ايوه صح. وبعدين هم اللي قالوا لي خلي بالك. ايوه باولا باولا موهر. بعدين طبعا في نادي الصيد كله ناشئات يعني، وبس هم اللي هو السن اللي هو هم بيلعبوا على طول بيبقى في منافسه معاهم. يعني فرق كتيره، سبورتنج ايه كمان يا جماعه.